فتاة فقيرة واللي بتجسد دورها علا غانم، ظلت تعاني من تسلط شقيقها الأكبر اللي أجبرها على الزواج من أحد الأشخاص. وسط الذل والقهر اللي بتعيش فيه، بتقع في علاقة غير شرعية مع شاب بيحاول إقناعها بضرورة طلب الطلاق. بالفعل بتتطلق لكنه بيهرب من وعده ليها. أنا مش قادرة أعيش مع محمود بعد كده. أنا بحبك قوي، نفسي أبقى معك على طول، نفسي أبقى في حضنك وأنا مراتك مش وأنا عاشق. كان نفسي. طب أعمل إيه؟ ما أنت متجوزة. هتطلق وأنت تتجوزني. هو مش أنت طلقت مراتك؟ أيوه. خلاص وانا كمان حطيت. من اجرع الافلام المصريه الممنوعه من العرض اللي رفعت شعار للكبار فقط. الفيلم انتاج سنه 2013 من بطوله علا غانم ورندا البيه. منع الفيلم من العرض التلفزيوني لكثره المشاهد الخارجه والجريئه فيه. انا بلا فخر، اختصاصي دلع، يعني بعرف الناس على بعض. بتعرف؟ طب يا اخويا مش كنت تقول كده من الاول؟ اورني يعني. ده من الاخر كده وبس، دليفري نسوان. ها ايوه بس انا خايف اعمل كده. مفيش، يا اول تكه بس وهتلاقي الموضوع زي السكينه في الحلاوه. صدقني بتدور احداث الفيلم في اطار درامي، وبيتناول الفيلم قصه حياه اربع بنات وهم منى واميره وليالي وسلمى. بتجمعهم صداقه قويه منذ ايام الدراسه، وبعد انتهاء الدراسه بتتفرج بهم سبل الحياه مع كثره الضغوط والمعوقات، وكل واحده منهم بتختار طريق غير التانيه. واحده بتستقر وتحب وتحقق احلامها، والتانيه بتتعرض لخدعه من اللي حبته فبتنحرف، والتالته بتتمسك باخلاقها وبتقاوم وبتتولى الاحداث. طب تعالي يا اختي ما تضايقيش نفسك. هو عايز اللي تحت البادي يا اختي. ربي يخليكي ليا. ده بقى الواحد يسخن اي حد. عندك واحد تاني ليا يا شريف؟ انت بقى قيسي ده. طب ولا مؤاخذه بقى، انا هطلع اعيش بره، اصلي بتكسر. فيلم بدون رقابه، فيلم للكبار فقط لكثرة المشاهد الخارجة والغير أخلاقية فيه. انتي بالذات تعملي كل حاجة نفسك فيها، وأي حد مش عاجبه يتحرق. وبتدور أحداث الفيلم عن شاب عنده فلوس كتير ورثها عن والده، وبيستخدم الفلوس دي في شرب الخمر والمخدرات وتعدد العلاقات النسائية. مفيش غير أربع تنفر ما بيخرجوش من الأوضة، يا نايمين يا بيتفرجوا على التلفزيون. يا عم احنا لو اتمسكنا هنروح في 60 داهية. وانت هتتمسك ليه؟ انت مش عامل لي فيها سبع رجالة في بعض وبتعدي في الحديد ولا انت يا بق على بعد كده بيتعرف الشاب ده على واحدة، وتثبت ليه ان الحب ليه قيمة ومش مجرد نزوة. بعد كده بيقع في حبها وبيحاول تغيير حياته للأفضل. نورا انت ليه مش عايزاني اعبر عن مشاعري؟ ومن جهة تانية تناول الفيلم قصص بعض أصدقائه، كالفتاة سيئة السمعة والشاب المتلين الذي يلقي محاضرات في الجامعة، وغيرهم من ليس لهم طريق. انتي متلخبطة يا شريف، عايزة تكوني على حريتك فعملتي بعد حريتك بكتير. أنا صراحة مش عارف أنصحك، لأن أنا كمان بتلخبط. وتفتكر إن أنا مستنية نصيحتك أنت؟ أنا غلطان. ايه يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ سايبيني مع ابراهيم ملزمه لوحدي. سموحه حبيبي وحشتني، قاعد بره بتعمل ايه من غيرنا؟ لا 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 شيرين، الموضوع ما يجيش كده خالص. امال يجي ازاي؟ ما انا هقول. استني مالك يا حبيبي، فيك ايه؟ مفيش. ازاي مفيش يا هاني؟ انت بقالك فتره كده سرحان ومهموم وقلقان. سيبك بتاع ده من ايدك يا ستي، امي كلمتني 100 مره وعايزه اكلمها، سيبيني بقى. اسيبك ازاي يا بيبي؟ يوه، انا هسد لك الاوضه واخرج اكلم من بره. ليه كده؟ يلا بقول لك وحشتيني قوي. معلش اصل تعبانه. انا هساعدك، انا هساعدك. مش قادره النهارده. فيلم أحاسيس، بتدور أحداث الفيلم على سلمى اللي هي علا غانم، واللي كانت على علاقة حب مع إيهاب اللي هو باسم سمرة، وبعد كده اتجوزت من أحمد اللي هو إدوارد،
وعلى الرغم من إنجابها لطفلين إلا أنها لم تكن تشعر نحوه بأي عاطفة، وكانت بتحن لحبيبها القديم، فكانت تذهب إلى إهاب الشاب المريض بالسرطان والذي أبعدها عنه في البداية لهذا السبب، ويرتبط مع الراقصة نور اللي هي ماريا وبيتجوزها. وكان له صديق اسمه مجدي اللي هو أحمد عزمي، اللي زوجته إلهام اللي هي رندا البحيري اللي هي مش بتلبي رغباته العاطفية، فبيتجه هو الاخر للراقصه بوسي اللي هي دنيا عشان تلبي رغباته العاطفيه. اما هند سكرتيره احمد اللي هي ناس النجار بتبقى عايزه تكون علاقه معاه، وكمان داليا اللي هي مروه اللي جوزها مش بيلبي لها احتياجاتها العاطفيه فبتتحول للخيانه هي كمان. وبتروح سلمى للدكتوره النفسيه اللي هي عبير صبري عشان تساعدها على الخروج من بئر الخيانه، ولكن مش بتفيدها في حاجة. من الاخر بتدور احداث الفيلم على المشاكل الجنسيه اللي بتتعرض ليها المراه بعد الزواج لاسباب مختلفه تختلف من سيدة لأخرى، حيث يعرض الفيلم أربع نماذج لأربع سيدات يعانين من المشاكل بعد الزواج. صحيح إن الاحتياجات اللي جواكي دي مهمة لأي ست، لكن كمان في أولويات مهمة جدا في حياتنا لازم ناخد بالنا منها.